السؤال اللي جاي ليك يخص فلومينينسي، والكلام بدأ يتقال انه لا ده اسهم من الاتحاد، ده الاتحاد عنده بنزيما وعنده فابينيو وعنده كانتي وعنده حجازي وعنده رومارينو وعنده اسماء عظيمه جدا. الفريق فلومينينسي عنده لعيبه برضو زي مارسيلو فليم ميلو وكينو، بس الناس دي كلها 34 35 40 سنه، فناس كبيره يعني، مش هي نفس النجوم اللي كانوا موجودين في الاتحاد. هل فلومينينسي اسهل من الاتحاد؟ خالص. ايوه بالعكس، قول لي بقى. المدرسه البرازيليه مدرسه مختلفه تماما عن المدرسه العربيه، حتى لو كان عندهم نجوم. بمنتهى البساطه، فرقه فلومينينسي دي بطل كوبا ليبرتادوريس يا كريم، بتتكلم على فرقه كسب كل الفرق البرازيليه والفرق الارجنتينيه اللي موجوده بما فيهم لاعبين دوليين، فرقه متمرسه وقادره انها تعمل ده بشكل مختلف تماما. بمنتهى البساطه احنا عندنا صعوبه في التعامل معاه. لما تيجي تسالني هو هل احنا بنعرف نلعب مع اللاعبين الاوروبيين او اللعيبه اللاتين؟ لا، احنا عندنا مشكله في اللعيبه، في اللعب مع اللعيبه اللاتينه. فريق فلومينينسي فريق مميز جدا، عندهم عناصر خبره، عندهم عناصر صغيره، عندهم اندريه في وسط الملعب، ده راجل مرشح انه يروح ليفربول في بدايه الموسم، يعني في الانتقال اذا ما كانش في الانتقالات الشتويه هيكون في الانتقالات الصيفيه. عندهم عناصر خبره كتير جدا، ما ينفعش اقول على لعيب عنده 33 سنه لعب في الستاندر ده واقول لا والله اصل هم لعيبه عواجيز. ده مش حقيقي وده مش مظبوط ان انا اقوله واتعامل معاه بهذا المنطلق. النقطه الثانيه، هو فريق مرعب هجوميا، عندهم مشاكل دفاعيه بالجمله. مشابه بقى هنا لاتحاد جده، فريق في الخط الامامي مرعب، لكن في الخط الخلفي عندهم مشاكل كتير جدا، حدث ولا حرج. العوده لاماكن التمركز، المساحات اللي بيخلقوها، لان هم بيلعبوا بطريقه غريبه شويه يا كريم في الهجوم، بيعملوا اوفر لود في جبهه من الجبهات، بقى مش باثنين وثلاثه، لا بيعملوا يعني ايه اوفر لود؟ يعني بيعملوا زحمه وضغط على حامل الكره او هم معاهم الهجمه باربع لاعبين على الاقل في جبهه من الجبهات بطريقه شبه اللادر، شبه السلم، لعيب بيوصل للعيب وهم عندهم. جميل، اتفضل يا كريم. انا بعتذر لك وبعتذر جدا، عشان قبل ما تخش معايا انا كنت جايب حالات، استغليت ان انت مش موجود، تمام؟ وقعدت اقول الكلمتين اللي انت قلتهم دول بصراحه، يعني قلت مصلحه بقى جيمي مش موجود معايا بقى، فهعمل حركات بقى وحالات وكده. كمل يا جيمي، كمل. مفتقدينك بالمناسبه، يعني مفتقدينك طبعا. والله انا اكثر، والله انا اكثر. اتفضل يا جيمي، كمل. ففرقه فلومينينسي فرقه ممتازه جدا هجوميا، عندهم مشاكل دفاعيه شبيهه بفرقه اتحاد جده. ولكن الاهلي دخل فرقه اتحاد في مباراه اتحاد جده باستنفار كبير، احترم فرقه اتحاد جده، اشتغل عليهم بشكل جيد، اللعيبه كلها كانت في الموعد، قادرين يبقى عندهم الثقه والهدوء يتعاملوا مع الضغط الجماهيري وحجم النجوم. انت بتلعب منتخب عالم، بتلعب ريال مدريد وتشيلسي و و و، فانت كان عندك مشكله في التعامل مع، ما كانش عندك مشكله في التعامل مع ده. فانت لازم وانت داخل مباراه فلومينينسي تديهم قدرهم، دول بطل كوبا ليبرتادوريس. الاهلي في النسخه الماضيه كان بيلعب فلامينجو وكان مسيطر على كل شيء لحد الدقيقه 75، مجرد انه استرخى او تراخى وكان عنده بعض الاخطاء السلبيه استقبل هدفين وخسر الميداليه البرونزيه. فاذا كنت بتدور على التارجت وبتدور انك توصل للفاينل للمره الاولى في تاريخك وتلون الميداليه اللي انت خدتها ثلاث مرات قبل كده، لازم تحترم فلومينينسي اللي هو. طيب. بالمناسبه فرقه ثانيه يا كريم، باكد اول مره المليون، مرعبه هجوميه، مش قويه، مرعبه هجوميه. خط الامامي اجنحه ومهاجم ولعيبه وسط الملعب الهجوميين اقوياء جدا يعني. طيب السؤال اللي جاي ليك، هل ممكن نشوف اي تغيير في تشكيله النادي الاهلي في المباراه اللي جايه؟ النهارده مارسيل كولر يا كريم، انا لسه ما عنديش اي معلومه عن التشكيل، بكره ان شاء الله يكون معانا التشكيل باذن الرحمن لو ربنا ادانا العمر. لكن اللي قاله الراجل النهارده قال لهم كل اللعيبه تبقى الارتد، كلكم تبقوا، انا لسه ما قررتش تشكيل المباراه اللي جايه، كلكم تبقوا جاهزين ان ممكن اي حد منكم يشتغل، اي حد منكم ينزل في التشكيل الاساسي او حتى من على الدكه. فان وارد يبقى في تغييرات، وارد جدا طبقا لكلام الراجل. لكن في النهايه انت بتتكلم يا كريم على انه الراجل مارسيل كولر قال لهم كالتالي، قال لهم كل اللعيبه تبقى جاهزه ومركزه، سواء نازل من على الدكه او هتلعب في التشكيل او هتنزل في التشكيل الاساسي، انا لم اقرر بعد وما بلغتكوش. شكرا يا جيمي. اول ما جيمي علي بالتون سقط على طول مننا. ماشي.